أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: العام الماضي والذي قبله يقول جمعت زوجتي في نهار رمضان أكثر من يومين، ماذا علي من الكفارة علما بأنني لا أستطيع الصوم؟ عليك التوبة إلى الله، هذا أول شيء. ثانيا عليك قضاء الأيام التي جمعت فيها. ثالثا عليك الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا. نعم.